لما كنجي الاكسيون كنتفاجئ بالجديد، جابوا لكم هاد الايطاجير هادي. شوفوا البنات شحال غزاله، كتحمق. تعلقي اختي هكا في لاشومبغ ديال وليداتك ولا في الكولوار ولا فين ما بغيتي ديريها، وهنايا كتعلقي اختي فيها الديكورات. جايبين البنات في الكري وجايبين في هاد الابيض هذا، وشوفوا لي الثمن ديالهم شحال. يمكنش تجي الاكسيون ما تلقيش الجديد. شوفوا البنات اشنو لقيت اليوم من بعد هادوك القراعي اللي بارطاجيت معكم هنايا في اكسيون في المشتريات. لقيت اختي هادو ديال البلاستيك، شي حاجه زوينه البنات، ديروا فيهم القطنيات العطريه اي حاجه. عرفتوا اول مره تلقى هذا الموديل هذا، شوفوا من هنا كيتحلوا على هذا الشكل، زوينين البنات، وحتى الثمن ديالهم راه ما غاليش، الثمن ديالو راه رخيص. اللي بغات اختي شي موطور ها هو اختي، كاين هنايا في اكسيون الكتريك البنات، الكتريك غيبقى لكم غير 34.95. والله البنات دابا كل شيء هز واحد. انا غندخل دابا وغادي نشوف جديد ديال اكسيون. جابوا لكم هادو البنات زوينين، هادو ملي تكوني هكا طيبي كتحطيهم حداك، فيهم سته، فيهم سيسه البنات ديال البلاستيك باش ما تخسريش يعني الكامينات ديالك. جايبينهم لكم اليوم في اكسيون البنات من الجديد. عجبوني بجوج البنات، ولكن بيني وبينكم هذا احسن منه، احسن من هذا الكري هذا. شوفوا هذا مني كتحليه كيتسد غير راسه، هذا لا. شوف شو البنات، باتني البنات هادي اول مره تلقاها في اكسيون. هادي كتحيد لك الشعر من لي طابي، من لي كانابي، بحال كان عندك الكانابي فيه الشعر بحال هكا، الخمله، كل شيء اول مره تلقى البنات. كتجي بحال جفافه بحال هكا، كتزاد وكتنقص من الجديد اختي ديال اكسيون. جديد ديال اكسيون، جابوا لكم هاد الكسيرينات هادو زوينين زوينين البنات. المره اللي فاتت بارطاجيت معكم المقيلات، واليوم اختي كنلقى الكسيرينات ديالهم، يعني المقلب الكاسرونه اختي ديالها، وفيهم اللوينات البنات. ها انتم كاين فيهم الكحل، فيهم هاد البلو، يعني فيهم اللوينات، والثمن ديالهم راه ما غاليش. هما اللي غيدو اللي كنت خديت وبارطاجيتو معكم في المشتريات البنات. شي حاجه زوينه ديال المفرا واعرين سطخوليا غزانين، وجاوني في الشرجم عرفتو زوينين. هما حاطينهم اليوم البنات، انا خديتهم في لابروموسيون، اليوم حاطينهم 13.95 البانو. السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، واش راكم مبروكه؟ صوموا ان شاء الله بالصحه والهنا وبطول العمر يا ربي. اليوم اختي صبحت على اكسيون على الصباح البنات، ضربت دوره قبل من بارطاجي معكم الفيديو، وشفت اختي بزاف ديال الجديد اليوم في اكسيون. بصراحه يعني ما نكذبش عليكم، اكسيون راه داير فينا خير كبير اختي، وما يمكنش تجي اكسيون وما تلقايش الجديد. بعدا كنرحب بالناس اللي عندهم القناه جداد، نقول لكم مرحبا والف مرحبا. زادوا معنا بزاف الناس جداد، شكرا شكرا لكم على حبكم ليا وعلى التعاليق الزوينين اللي كتخليو ليا، اللي خطيكم البنات. يلا كيحطوا في السلعه. هذا الشيء اللي غادي نبارطاجي معكم دابا راه اول مره كنشاركوا معكم في هذا الفيديو هذا، غير ما تنسيش ليا اختي كثروا ليا من اللي جا من اللي جا. شوفوا البنات شنو كنلقى اليوم في اكسيون، شوفوا كيحمقوا. هادو اختي هذا يعني اغموار ايطاجير. شوفوا ليا البنات الشكل ديالو كيجي كيحمق. ها انتم الموديل هنايا، هادو اختي كتعلقيها ديري فيها انا اختي الديكورات، ديري فيها هذيك ديكور فاز، ديري فيها دوك حاملات الشموع، ها هي ديرينا هنايا. زوينه 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 البنات، انا كانوا كيحمقوني كنشوفهم زعما بحال هكا بعض المرات في الانترنيت في دوك الديور اللي راقيين شي حاجه اللي عرفتوا دوك كيديروا دوك الشيء كيشاركوا دوك الديكوراسيون وداك الشيء كيحمقوني. عرفتوا عجبوني البنات الثمن ديالهم 6.95 6.95، يعني هما قال لك اغموار يعني اي طاجير. كاين اختي في هذا البيض هذا، وكاين اختي في هذو البنات. انا راه تنبغي نعطيكم الجديد، راه كنضرب دوره اختي وكنشوف شنو كاين جديد وشنو اللي صورت لكم شنو اللي ما صورتش لكم. هادو البنات داير لهم 6.95، داير لهم 6.95. واجي تشوفي لي ثاني كاين اختي الجديد اليوم اختي في هذا الفيديو هذا، مطرطق غير بالهنيزات والجديد. البنات شوفوا لي هاد المنظمات هادو الزوينين ديال العطريه، ديري فيهم اختي بحال هكا القطنيات اي حاجه، ديري فيهم اختي الصغيره لوليداتك على هذا الشكل هذا البنات، شي حاجه زوينه. من بعد هذوك القريعات اللي كنت بارطاجيت معكم في المشتريات انا غنوريهم لكم البنات. لقيت هذو ديال البلاستيك، انا غنوريكم الشكل ديالهم هذو ديال البلاستيك البنات باش عجبني الشكل ديالهم. شو هنايا كتحلو كتديري هذه باش كتحليها، من بعد كتسديها هنايا اختي بلا ما تبقاي تحلي من هنايا، هنا باش كتحلي باش كديري لي باط ولا ديري اي حاجه، وهنا كتحلي غير هذه فهمتي، كتحلي غير هذه وكتخوي. صراحه عجبني الشكل ديالهم البنات، صراحه واعرين. هادو بلاستيك ماشي بحال دوك اللي وريتكم جاج، هادو بلاستيك البنات. عجبني الشكل ديالهم، ديروهم هكا في الكوزينه ضموا فيهم، تحيدوا عليكم كاع داكشي ديال التخربيق، قرعه من هنا وقرعه من هنا وقرعه من هنا. تجي اختي تاخذي هاد القريعات كينظموا لك اختي البلاكارات. والله البنات الا فريمون شي حاجه زوينه كينظموا لكم بلاكارات، دير لهم 2 الاورو و49، دير لهم 2.49 تيهزوا لكم حتى الايترو 700 ان ليتر 700.
البنات القراعي اللي كنت بارطاجيت معكم في المشتريات هما هادو، الصراحه عجبوني انا، زوينين زوينين ومازال غنزيد منهم ان شاء الله. حتى دوك اللي وريتكم دابا راه زوينين البنات، انا عندي، انا قلتها لكم قلت لكم راه واخده منهم بحال هادوك الموديل كنت واخده منهم، وهادو خديتهم ديال جاج عجبني الشكل ديالهم، يعني تتحطوا قرعه فوق قرعه. شوف البنات جوج اورو 79 البنات فيهم جوج هما كاينين. واليوم اختي لقيتهم جايبين هذا الموديل هذا جديد البنات، نشوف شي وحده كانت محلوله، كاين حتى شي وحده محلوله باش نوريها لكم. شوفوا البنات هادو ديروا فيهم بحال هكا، تحطهم فوق الطابله، ديروا فيهم التمر، ديروا فيهم اختي الشباكيه، كيجيو ثلاثه. شوف كيجيو ثلاثه، يعني انت تحطي غير وحده، تحطي وحده فيها التمر، وحده الشباكيه متنه، وحده تحطي فيها سلو، تحط يعني شوفوا تحطوا فيهم هذاك الكاطو. كل واحد كل دوله وشنو كيديروا، حنا كنديروا المغرب كنديروا الشباكيه، كنديروا التقاوت، كنديروا التمر، يعني فهمتوا كل واحد وكيفاش شنو كيحط. يعني داكشي اللي كتحطوا كتفطروا به، يعني اللي ما كيخسرش الكاطو، اللي ما كيخسرش تقدروا تحطوه هنايا. شوف البنات داير ليهم 4 اورو 99 فيهم ثلاثه 4.99، المهم شي حاجه اللي زوينه. ما يلا حاطهم البنات جداد، البنات لقيتهم يلا كيحطوا فيهم، باقي ما عرفتش الثمن ديالهم شحال، والله ما عرفت الثمن ديالهم، قلت غنصورهم لكم. هادو اختي ديروا فيهم العصير زوينين يلا، جابوهم جداد البنات، ديروا ديال الدجاج هادو ديروهم انتم يلا كيحطوا في السلعه، جابوهم ديال الدجاج البنات ديروا فيهم العصير. سميتهم لي كارافان، لي كارافان زوينين هاد الكيسان هادو ديال العصير البنات، كيجيو على هاد الشكل. كيهز لكم شي ايترو ابوبخي تقريبا شي ان ليتر، هما جايبينهم البنات جايبينهم لكم في وقتهم على حساب رمضان ان شاء الله. وحده ديري فيها يعني تقدروا ديروهم بجوج، ديروا كل وحده فيها عصير في شكل. ما عرفتش البنات الثمن ديالهم شحال. البنات بغيت نبارطاجي معكم اعزكم الله هاد لابوبيل هادي زوينه، هادي لقيتها البنات جديده هنايا في اكسيون، عرفتوا عجبتني الشكل ديالها، كتصور كي هكا كيتحل. شو زوينه كاينه في الكري وكاين في النوار، شوف كتسد غير راسها بشويه، كتبقى تسد غير راسها هانتوما. شوف وفيها هنايا واحد هذا باش كتعمر، انا عندي وحده تقريبا بحال هذه، هذه دايره ليها 6 اورو 99 6.99، وكاينه حتى في الكري. شوف البنات ها هي كاينه حتى في الكري، هذه اللي ما عجبتنيش انا، عجبتني بيني وبينكم هذه، هذه اللي عجبتني زوينه، عجبني الشكل ديالها. هانتوما البنات المقلات اللي كانوا عجبوكم زوينين، راه داير لهم غير 4 اورو يمكن 99، زوينين البنات عرفتوا فنين غزالين. حمقوني انا المره اللي فاتت كنت صورتهم لكم قلت غناخذهم، قلت ناري اسماء غمدي عينك راه كثرتي من المواعن، كثرتي بزاف. عجبني الشكل ديالهم والله البنات صراحه، كل واحد دير ليه يعني ديالو. وكاينين هادو البنات المقالي، حتى هذا الموديل انا عجبني، هذا ماشي بحال اللي وريتكم المره اللي فاتت، لا هذا موديل اخر، هادو داير لهم 9.95 اورو، هادو 9.95 اورو. وكاينين البنات هادو باغدون هادو بحال هكا سيرينات تسخني فيهم اختي الحليب، تسخني فيهم البنات دايرين ثلاثة لوينات، أربعة لوينات، كاين فيهم الأحمر، كاين فيهم الكحل، وكاين فيهم الكري هاهما. وكاينين حتى المقلات ديالهم هانتوما البنات باغدون، كاين حتى المقلات ديالهم، يعني تاخدي بحال هكا المقلة وتاخدي معاها الكاسرونة. شو البنات الشكل ديالهم كيفاش كيجي، تاخدي المقلة وتاخدي معاها الكاسرونة، يعني تاخدي المقلة هكا في الحمر تاخدي معاها الكاسرونة في الحمر. شو زوينين جايبهم هادو، هادو البنات أول مرة تلقاهم هاد الموديلات، تقدري ديري فيهم حتى البغرير، هادو تقدري تستعملي فيهم حتى البغرير، ميني بغرير كيجيو زوينين البنات، ديري لهم 4.95 أورو، وهادو تما 4.95 أورو. شو زوينين كيجيو من الداخل في الكحل، هادو عجبني الشكل ديالهم. اش غادي نقول لكم، راه ما يمكنش ما تلقيش اختي الجديد. شوفوا البنات هادو كانوا جابوهم مره كنت صورتهم لكم، ومن بعد ما عاودوش جابوهم زوينين، يعني هنايا انتم البنات هادي فيها البلاستيك، هنا كتخشي بحال هكا ملحه، ديري كامون، ديري بزار، ديري اي حاجه وتحطيهم، جايين شكل مغربي 2.99 أورو تقال البنات ديال الرخام. حاط لكم هاد لي بلونش هادو، هادو زوينين ديري فيهم هكا بحال هكا، ديري فيهم هادشي ديال هادشي ديال المملحات، ديريهم الراس وكل واحد يهز يعني الوحده ديالته، دير لهم 4.49 أورو البنات. حاط لكم هاد لي باني هادو 2.49 أورو. شوف البنات يعني فريمون راه حاطين لكم الجديد. عاوتاني هادو باش عجبني انا الشكل ديالهم البنات، هادو عجبني الشكل ديالهم، يعني تتحطيهم بحال هكا، هادو تما اول مره تلقى هاد الموديل هذا، كتحطيهم وكتبقى يعني تهزي المغرفه، هذه ديال سباكيتي، هذه المغرفه، يعني كل وحده 11.95 أورو تما، راه البنات من الجديد ديال اكسيون. فيهم شحال فيهم، فيهم 6، فيهم 6، فيهم هادو كاملين البنات. شوف راه فريمون قلت لكم راه اكسيون، راه جايب لكم اختي الجديد. كاين هادو تما 1.69 أورو البنات ديال الصفايات، كاين ديال الحديد، كاين ديال البلاستيك. هاي اختي غادي نبارطاجي معكم بلاكيور ديال اكسيون، بلاكيور اختي ديال اكسيون. والبنات جايب لكم هاد الكورميطاس هادو ديال الشوفي، يعني كيجيو هكا يعني خلاخل ديال بحال هكا ديال الرجل، حاطينهم اليوم في اكسيون، كانوا ليا البنات 99 سنتيم، يعني ديال عديبيه. هادشي كاملين كنصور لكم ديال عديبيه اختي، لبسي ولوحي، يعني لبسي تبرعي بهم ولوحي، ماشي شي حاجه اللي نقول لكم، فهمتوا البنات. هانتوما
كاين عاوتاني الطوينكات هادو، كاين هادو يعني كيجيو بليزيوغ بزاف هكا اورو 99 فهمتوا يعني ماشي ما كنبغيش نبارطاجي معكم البنات. مره كنصور لكم عندكم، واحد المره صورت لكم هادو، صورت لكم فيلات ديال البنيات الصغار. بالنسبه للفيلات ديال البنيات الصغار غير 99 سنتيم، يعني ما تيكونش الثمن ديالهم غالي. شوف البنات هانتوما راه ما تيكونوش غاليين، هادشي كله ديال البنيات الصغار تيكونوا بواحد الاثمنه اللي رخيصه 99 سنتيم، يعني كلشي 99 سنتيم. هانتوما كاينين هادو بحال هكا ديال البنيات زوينين هاد الشكل هكا. شوف البنات هادو كاين هاد السبراي هادي، بون البنات لقيتها جديده ولكن ما عرفتش البنات ديالها شي يعني اش كتصلح. دايرينها بلونغلي يعني كتعطيك الفوليوم. هادي يعني سبراي كتعطيك الفوليوم هنايا ها هو اختي. باش تعطيك هكا الفوليوم الشعر، هذا ديال كيغاتين البنات، هذا ديال كيغاتين حاطينو اليوم هنايا. بون البنات تشيت البرودوي هذا راه كيحطو بزاف هنا في اكسيون، ان شاء الله غادي نبارطاجيه معاكم. حاطين البنات هاد لي طابتي هادو، هادو راه فيهم متر و30 على متر و90 سنتيمتر، اللي هم 19 أورو 95. هانتي اختي 19.95، يعني زوين كاين في الكري وكاين في البيج. ها هما اختي عاودوا جابوا لكم البرودوي هذا البنات، هذا راه كان ما كانش بقى في اكسيون حيت انا شحال هادي ما لقيتو، تما كنجي ما كنلقاش صراحه. وزوين يعني كتنظفي به جوج اورو 28، كتنظفي به الكوزينه الحمام كلشي. وهنا ضروري غادي نضرب لكم دوره هنايا في جهه المخدات، يعني كلشي غادي نشاركوا معاكم اي حاجه اختي، باش حتى حاجه ما توقفك. عندهم لي بلاد البنات فريمون شي حاجه زوينه. بالنسبه لي غيدو لي خديت هما هادو، هادو هما اللي غيدو لي خديت البنات. تقول لي فني دابا ان شاء الله نبارطاجي معكم زوينين. درت واحد هوك واحد هوك واحد البيض الوسط، درت جوج هكا في الجناب وواحد في البيض في الوسط، زوينين عرفتي واحد الكاليتي فيهم غزاله ديال المبر كيبانو كيبريو. هما دايرين 13 أورو 95، انا كنت خديتهم يمكن 7 اورو شي حاجه حيت كانوا دايرين بروموسيون. هنايا غادي نضرب لكم دوره، شوفوا البنات شنو لقيت هنايا. لقيت هادو تقدروا ديرهم في البالكون ولا هذا، شوف كتلصقيهم دايرينهم هنايا كتحطيهم هكا، وحاطين لكم هادو وحاطين لكم هادو ديال الغازو. شتو هادو تما زوينين ديروا فيهم. هادشي جابهم لكم على حساب دابا الصيف، قرب ان شاء الله الصيف جايبينهم البنات هانتوما. شتو حاطين ولكن ما حاطينش البخي ديالهم، ما عرفتش الثمن ديالهم. ها هو 19 أورو 95. حاطين هادو تا بحال اللي بارطاجت معكم في ليدل. شتو البنات ديال القصب هكا ديرهم في البالكون. شوفوا يا البنات شنو كنلقى، كنلقى هادي زوينه بصراحه، هادي اول مره تلقاها. هادي بحال هكا تيكونوا عندكم على حساب عزكم الله الكلاب مشيشات كيديروا لكم هذاك الصغب في الطابي، ورخا ما يكونش عندك هكا المشيشات وهذا كتكون بعض المرات هذوك الشعر كيتجمع لك في الطابي. دونك هادي هذا الغولو كيجيب العصا ديالته كتزاد وكتنقص، كتحيدي يعني كتحيدي واحد فهمتوا البنات، كتحيدي واحد وكديري بحال هكا تحيد لك داك الشعر كامل هكا من الطابي، ومن بعد ثاني ملي كتبغي تاوتيليزي كتحيدي واحد اخر. شتو ها هما يعني كيحيدوا لكم الشعر من الطابيه. زوينين البنات هما، حاطينهم اليوم في اكسيو وحاطين هادو لي ساك البنات على حساب هكا يعني الباكاج بحال كتكوني مسافره ولا هذا بشعورو 48. حاطين اختي بزاف هنا في اكسيون، حاطين هادي حتى هي. هنايا البنات غادي نشارك معكم هاد القلايه الهوائيه، بالنسبه لهادي البنات راه زوينه يعني بزاف البنات اللي كانوا شكروها لي فاش كنصورت عليكم. اللي مازال ما خداتهاش اختي ننصحها تاخذها في هاد الوقيته ديال رمضان، والله البنات الا كتنفعكم. انا واخده لا مارك نينجا، لا مارك نينجا خديتها ديال جوج، راه كنت بارطاجيتها معكم البنات قالت لي زوينه. وهادي اللي بغات غير وحده تقدر تاخذ، يعني اللي ما عندهاش اشخاص بزاف هكا في الدار بحال انا بحكم عندي وليدات بسلامتهم وداكشي يعني خصني جوج ديال جوج. هادي ديري لها 69 و95 البنات كتنفعك، يعني بحال هكا تقري لك بلا زيت بلا والو، لي فخيت هكا لي نوكات اي حاجه لي كوردون بلو اي حاجه كفته بطاطا اي حاجه كتنفعك اختي. هادي ديال 4 إترو فاصلة 500 4 إترو ونص. هاي البنات شو يعني طريقه الاستعمال ديالها راه ساهله. حاطه لكم الاسبيراتور هادي، هادي البنات الاسبيراتور كنت شاركتها معكم بس زوينه يعني كتنا وكتخشى لتحت. صراحه شحال ما كتشاركت معكم لي برودوي، ولكن هاد الوقيته راكم عارفين دابا ديال رمضان كنبغيو هادشي ديال المواعن الاواني. انا يعني كنمشي على حسب الناس اللي اشنو كيبغيو لي، يعني المستبيعات اشنو كيبغيو. يعني صراحه ما كاينش غون شوز هنايا. محطين هذا بالي جديد، هذا ابخي شامبوان البنات بالي حاطينو جديد هنايا في اكسيون، ولكن ما عرفتش اختي واش مزيان ولا ماشي مزيان. كتكون شي حاجه مزيانه تنقول لكم راه زوينه، شي حاجه مزيانه ما نقدرش هذا. المهم البنات نتمنى الفيديو ديالي ومن الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا البنات باللايك بارطاج، دعموني باللايك ديالكم بارطاج، وخليت لكم راحه الله ظهيره خفيفه ظريفه مع اختكم اسماء. يلاه بالسلامه عليكم.